كنتي حاضره هذا الشيء هذا؟ لا ما حضرش، ولكن الواقعه وبعينك السيد من كان غادي يجري. المهم خلاصه القول بان حراس السيارات ديال زنقه الجزائر انهم لمجندون وراء محمد السادس، وكنطلبوا من الناس المسؤوله من هذا الشيء اللي حنا كنجريو فيه. هذيك تمام روح المواطنه، ولكن الا كانت روح المواطنه والغيره رجعوا لنا عكاريط تاع الشمس وعود الشتاء رجعوها، وحنا خدامين صالح الوطن، وكنطلبوا من الله سبحانه وتعالى وسيدنا الله وهذا الامن هذا وهذا الامن خاصه هذا الامن كنشكروهم، وحنا شفنا المجهودات اللي عملوها مع الناس تشدوهم، ولذا كنطلبوا من الناس المسؤوله وعلى راسهم السيد العامل ديال مدينه محمديه الله يجازيكم بخير والله يكثر لكم خيركم، رجعوا هاد البريركه هاد الشمس والشتاء علينا، وحنا راهنا الاشاره راه في الراعي والد الراعي، راه ما بقاتش الكرافطه راه عبدرهم ولا بقات كويا، حنا لابسين غير نقيه هذا هو حالنا. اما حنا راه كنديروا بلوزات ومجندين في هذه المدينه ديالنا، والله كنشكروا الاذاعه ديالنا على راسها السي بوعطير اللي سنين هو معنا الله يطول لنا عمره حتى هو.